أفضل قربانة بلا حمل، علشان المسيح هو الحمل بلا عيب، ويرشم بالأبركة، يرشم كل القربان، علشان عايزين نقول إن هذا الدم لهذا الجسد وهذا الجسد لهذا الدم. بس إحنا دلوقتي في الأول بنعمل بطريقة رمزية. لازم نعرف إننا في القداس في أمور رمزية وفي أمور حقيقية. في المرة دي هذا الجسد لهذا الدم أو هذا الدم لهذا الجسد بطريقة رمزية، علشان هنعملها بعد كده بطريقة حقيقية. دلوقتي بعد ما أختار الحمل هنروح إلى المسبح ويلف الحمل بستر أو بلفافة المفروض أنها تكون حرير، باعتبار أن السيد المسيح بنكرمه. وبهذه الطريقة هيلف حوالين المسبح لفة كاملة، معناها ان المسيح جاء من اجل العالم. قدوس قدوس رب السماوات السماء والارض من الابدان من مجدك وكرامتك ارحمنا يا الله اله وارض الكل ايها الثالث القدوس ارحمنا ايها رب اله ويكون معنا، لانه ليس لنا معين في شهادات ولقاءات اسواق الا لو اسمحت لنا يا الله عن سيادتك ليس معنا ارادتك وليس معنا غير ارادتك معناها معرفه معناها غير معرفه خفيه وصغيره يا رب ابنك الاسم القدوس الاسد علينا كرحمتك يا رب الاستطيان أبونا أخذ مية ومسح كل الخبز، مسح كل الجسد علشان يعمد المسيح كيحمل معمدان، وهيلف وبعدين لفه بلفائف وهيلف حوالين المسبح زي سمعان الكاهن اللي أخذ المسيح الملفوف بلفائف. وبهذا الشكل نقول إن المسيح ولد من أهل العالم كله، وهو رشم القارورة ورشم دلوقتي هيرشم بعد كده هيرشم القارورة وهيرشم الخبز ثلاث رشومات. ولكن يا دوبك لازم ننتبه إننا إحنا بنعمل رشم الصليب مرات عديدة جدا، لأننا نقدم الذبيحة أمام الثالوث القدوس. آمين. أذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت واساطي معطيهم كله ومراكر السماء. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وضبط مالنا والذين قدموها يا رب Amen.
مارو اسمو يروف انجنيلا وستيرو جي ابي بناي تقرو ريقون ووتي مسمين تيب شو شو بشايني امين اللينو كان الصبي. هذه قصة الميلاد. واللفايف دي كلها هي الأقمطة اللي تلف بها السيد المسيح. ونفس الصورة مرة تانية. هذه هي صورة المسيح المصلوب القائم من الأموات. هنشوف ان المسبح هو الجبل الجلجوزة. وفوق الجبل الجلجوزة يوجد المسيح المسبوح. نلقى الجسد مفصول عن الدم لأن الدم قد سفك من أجلنا علشان كده الجسد لوحده والدم لوحده. وفي نفس الوقت نلقى أن اللفايف الكتيرة دي هي الأكفان بتاعت السيد المسيح. هنشوف أننا بعد ما نخلص صلاة الشكر نحن نبدأ بصلاة الشكر لأن كل صلاة الكنيسة تبدأ بصلاة الشكر. نشكرك يا رب لأنك ولدت من أجلنا. نشكرك يا رب لأنك بذلت ذاتك من أجلنا. ومن هنا هنعمل إيه؟ هنقدم الصورة مرة ثانية، صورة الصليب، المسيح المصلوب المسفوك دمه. وفي نفس الوقت هنلقى نفسنا إننا بعد ما نصلي صلاة الشكر هنغطي المسيح المصلوب في قبره فوق جبل الجلجوزة. وبعد كده نلقى إننا هنحط الستر، هنحط البروسفرين، والبروسفرين هيبقى هو حجر القبر. وفي نفس الوقت هنضع لفافة عليه هي الأختام. ومن هنا نجد نفسنا قدمنا القداس، قدم لنا المسيح المذبوح عملا. كل حسد كل تجربة كل جهل شيطان
Yeah.
ولكن فيما أنا خارج عنكم فمتجاسر عليه يفتخر بالرب لأنه ليس من يمدح نفسه وحده بل المختار بل من يمدح الرب نعمة الله الأمر. قداس الموعوظين بدأ من أول ما أبونا قدم خمس آياتي بخلول في الشوية، خمس آياتي رمز لأنواع الذبائح الخمسة، ولاحظوا أن الخمس آياتي قدم أبونا اليد الأولى، كل الكهنة الموجودين يقدموا اليد الثانية، أبونا يكمل باقي الخمس آيات. ما أروع الكنيسة في أن تجعل كل الكهنة دائما يشتركون معا بالحب، فإذا وضع الكاهن بخولا
كل كائن يضع بخول معاه يشترك معاه في كل شيء. ومن هنا بدأت دورة البوليس. ودورة البوليس هي ان الكاهن بيلف حوالين المسبح لان كرازة الانجيل ولان تعليم المسيح لف حوالين العالم كله. ثم ينزل الكاهن الى صحن الكنيسة ويلف الكنيسة كلها مرة عند الرجال ومرة عند النساء من الشمال لليمين، لان القديس مالي بولس قد جال العالم كله في وقته او تنتهي العالم المسجون في وقته. اما دولة الإبراكسيس فهنلاقيها صغيرة، لان الاباء الرسل كانوا بشروا في اورشليم وفي اليهودية فقط، ثم جالوا في النهاية الى باقي المسجونة. لاحظوا ان هذه الرسائل اللي احنا بنقراها، بنقرا جزء من رسائل بولس الرسول ال 14، جزء من الكاثوليكون اللي هو الرسائل الجامعه، الرسائل الجامعه اللي هي مكتوبه للعالم كله للعالم اجمع. وعلشان كده رسائل بولس 14 رساله مستعصيه، الكاثوليكون 7 رسائل 21 اصحاح، الابراكسيس اللي هو سفر اعمال الرسل، و بناخد جزء من كل مجموعة من هذه الرسائل. أما الإبراكسيس اللي هو أعمال الرسل فلا ينتهي بأمين، بل يقول لم تزل كلمة الرب نامية في بيعة الله. ثم الكاهن يبدأ بنفس العبارة، لم تزل كلمة الرب نامية في بيعة الله، لأن السنكسار الذي سيقرأ هو امتداد حياة الكنيسة. فأعمال الرسل هو حياة الكنيسة، حياة القديس بولس الرسول وحياة القديس بطرس الرسول الممتدة في السمسار اللي هي حياة القديسين. الكاثوليكون من رسالة معلمنا بطرس الأولى بركاته على جميع الأمين. وإذا كنت ألم المسيح بالجسد عنا تسطحوا أنتم أيضا بهذا العالم ولا الأشياء التي في العالم لنا الآن موجودة. شيرني ماري الايمان. واما شاول الذي هو بولس ايضا فامتلأ من الروح القدس
وقال أيها الممتلئ من كل غش وكل خبث يا ابن إبليس يا عدو كل بر، ألا تزال تفسد سبيل الرب المستقيم؟ لم تزل كلمة الرب تنمو وتكسر وتعصر وتثبت في بيعة الله المقدس. باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. اليوم العاشر من شهر باب المبارك أحسن الله استقباله، وعاد علينا وعليكم أن تجتهدوا وإطمئنان مغفور الخطايا والآثام من قبل مراحم الرب أمين. تعيد الكنيسة في هذا اليوم تذكار استشهاد القديس سرجيوس رفيق، وبركة صلاة القديس سرجيوس فلتكن معنا ولربنا المجد دائما أبديا أمين. صورة العذراء شايلة المسيح ويقول السلام ليك يا عذراء مريم، يبص الناحية الثانية ويقول السلام للملائكة، يبص الناحية الثانية ويقول السلام ليوحنا المعمدان، السلام للكاهن ابن الكاهن. ترون أن الكنيسة تتعامل مع الأيقونات ككائنات حية، نحن لا نتعامل مع مجرد فن مجرد صورة، ولكن هذه الصور تجعلنا نتعامل مع قديسي هذه الأيقونات. لاحظوا الأيقونات دي مدشنة بالروح القدس، وكلمة مدشنة بالروح القدس علشان كده احنا نقدر نسجد أمام الأيقونة ونكرمها لأننا نكرم الروح القدس اللي هي مدشنة به. نحن نتعامل مع القديسين أولا كأنهم موجودين معنا، وبلاش كلمة كأنهم لأن هم أرواح القديسين. حينما يأتي القداس تنتقل الأرض إلى السماء أو تنتقل السماء إلى الأرض، المسيح ذاته يحل على المسبح، وإذا كان المسيح ذاته سيحل على المسبح فلا بد أن هناك ملائكة ترافقه، ولا بد أن أرواح القديسين يرافقه. الكاهن لما بيلف في الكنيسة كلها بيقف أمام الأيقونات ويعطيها بخورا ويذكر الشعب أن كل هؤلاء القديسين عاشوا وحياتهم كانت كبخور أمام الله، رائحة زكية أمام الله، علشان ننظروا إلى نهاية سيرتهم فتمثلوا بإيمانهم. هذه هي القراءات اللي احنا قريناها البولس والكاثوليكون والإبراكسيس، والآن سندخل إلى الإنجيل. وفي بداية قراءة الإنجيل قلنا آغيوس اللي هو اللحم، لحم التقديس الذي أول واحد لحنوا، أول واحد قالوا هما القديسين يوسف الرامي والقديس نيقوديموس لما هما بيدفنوا السيد المسيح، فقالوا هذا اللحم قدوس الله قدوس القوي قدوس الحي الذي لا يموت. وهكذا الكنيسة بتسجل هذه التسبحة التي سبح بها آباؤنا القديسون القديس نيقوديموس والقديس يوسف الرامي. الاثنين دول هم اللي عرفوا بكل في المسيح في موقف الضعف الشديد وهو مهان كل الإهانة،
بينما أعظم الرجال كانوا خائفين واختبأوا في علية صهيون، جاءت اثنين يقولون إننا عايزين جسد ربنا يسوع المسيح. هؤلاء هم الذين سبحوا قدوس قدوس قدوس. ثم سنقرأ الإنجيل، وقراية الإنجيل لها بقى قصة كبيرة. يبدأ الكاهن بأنه يصلي أوشية الإنجيل، يقول يا رب اجعلنا مستحقين أن نسمع الأناجيل بتاعتك وننفذه في حياتنا، لا تجعلنا سامعين خادعين نفوسنا لكن تجعلنا عاملين بالكلمة. وحينما يذهب إلى الإنجيل ليقرأه يقبل الإنجيل. نحن نتعامل أيضا مع الإنجيل أنه كلمة الله الحية، نتعامل مع إنجيل حي، لا نتعامل مع ورق، نتعامل مع إنجيل حي، نضعه فوق رؤوسنا ونقرأه. وفي قراءة الإنجيل كلنا بنقف في الكنيسة، بل زمان كان في حاجة اسمها الإنبل، كل القراءات تتقري من المنجلية، أما الإنبل اللي هو عالي خالص يقرأ عليه الإنجيل، علشان الكنيسة بتقول إن الإنجيل ده تعليم المسيح ذاته، الآتي من السماء، الآتي من فوق، وعلشان كده قراءة الإنجيل لها أهمية كبرى. نقرأ قبلها جزء من المزمور. لماذا؟ لأن المزامير معظمها نبوءات عن ما في الإنجيل، وعلشان كده بنقرأ النبوة اللي هي المزمور قبل ما نقرأ الإنجيل، واللي ينتبه يلقى إن المزمور مرتبط بكلمات الإنجيل. بعد قراءة الإنجيل بيبدأ في شرح للإنجيل اللي هو بنسميه العظة. ولاحظوا إن الكنيسة تقدم الإنجيل ممتدا في مشروحا في العظة، وتقدم أيضا حياة الرسل ممتدة في السنكسار، لأن هذا هو الكنيسة الحية التي تقدم السنكسار حيا، وتقدم أيضا الإنجيل مفهوما مشروحا أمام الناس. وبهذا ينتهي قداس الموعوظين. وحينئذ كان في القديم يتقال ان كل الموعوظين يتفضلوا يخرجوا، كل اللي مش هيتناولوا يتفضلوا يخرجوا، ويخرج الناس اللي هم لسه ما تعمدوش، الناس اللي هم بيتوعظوا علشان يقبلوا المسيحية. وسنبدأ قداس المؤمنين بعد قراءة الإنجيل وشرحه.
الف اسمعوا تنجف سني وخلف رالي مفشو سنتيني قوم كيري يفلو قسود التقاتلو كرقيو ابانجيلي انتو انا واسمع تقصاصي كيرية بمخافة الله وانصتوا لنسمع الانجيل المقدس فصل من بشارة الانجيل معلمنا بارد وقال انجيل البشير التلميذ الطاهر بركاته على جميع عنا بنشويس وبن نوتو بن سوتيرو بن قورو تيران يسوس بخريستوس بشير مفنوت يتقول بيه وقول افشا اداه بيقوفا بنوت يبه اقصى سيديريا من مزامير يمين داود النبي والملك بركاته على جميعنا امين نور أشرق للصديقين وفرح للمستقيمين بقلبهم افرحوا أيها الصديقون بالرب واعترفوا لذكر قدسه إله القوات المجد لربنا وإلهنا مخلصنا ملكنا كلنا ربنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم إلى الأبد آمين. وفيما هو يقول هذا ابتدأ الكتبة والفريسيون ينظرون رديئا ويكلمونه في أمور كثيرة ويمكرون ليصطادوه بكلمة من فم قدموكم إلى المجامع والرؤساء والسلاطين فلا تهتموا كيف أو بما تجيبون أو بما تقولون لأن الروح القدوس يعلمكم في تلك الساعة ما يجب أن تقولوا إلا كنيسة مصر كنيسة الإسكندرية وأحنا بنصليها أحيانا سرا وأحيانا جهرا الوشية الأولى هي سلام الكنيسة وبنقدم إنها كنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية فالكنيسة لا تكون كنيسة إلا بهذه الشروط الأربعة ثم نصلي وشية الآباء الآباء اللي هم البابا البطريرك والأسقف والكهنة مهم جدا ان احنا نعرف ان كل الشعب فاهم دائما ان الكهنه بكل درجاتهم يعني البابا والاسقف والكهنه ان هم دول اللي مسؤولين ان يصلوا من اجل الشعب وده صح مش غلط لكن لا ننسى ان الكنيسه بتعلمنا
أن الشعب أيضا مسؤول أن يصلي من أجل الكهنة. وعلشان كده نقول صلوا من أجل البابا البطريرك، صلوا من أجل شريكه في الخدمة الرسولية البسقف، صلوا من أجل القصوص والقمامسة والقصوص، صلوا من أجل الشمامسة، صلوا. الكنيسة تطلب من الشعب أن يصلي، لأن هذه هي مسؤوليته اللي يقدمها من أجل الكهنة. ثم بعد ذلك نبدأ توشية الاجتماعات. خدوا بالكم واحنا بنصلي الصلوات دي، الكاهن احيانا وهو بيصلي صلاه الاباء بيرشم الشعب بالصليب، وده معناه ان هذا الصليب اللي احنا دلوقتي بنذكره هو المسيح الذي فدانا عليه. وعلشان كده المسيح اشترانا، اشترى الكنيسه المقدسه، اشترى الاباء، اشترى الشعب، اشترانا بدمه الغالي. وبنقول تعبير اللي هو مسبحك الناطق السماوي. ما اروع هذه العباره، مسبحك الناطق السماوي. يعني بقى يبقى زي ما قلت ان الكنيسه حيه، الايقونات حيه، الكنيسه حيه. المسبح ليس مجرد حجر، ليس مجرد رخام، المسبح الناطق السماوي. وبماذا ينطق المسبح؟ ان المسبح يتوسط بين الشعب وبين خدم الآب. لاحظوا هنا شايفين التقويسة، هذه التقويسة لابد أن تكون هنا صورة المسيح البيبا دوكراتور، يعني ضابط الكل، المسيح الإله ضابط الكل. ما يبقاش أي صورة غير هذه الصورة في هذا المكان. ودي في خدم الآب لاحظوا أن الحائط اللي عليه الصورة معمول زي كده، زي ما أنا أفتح الحائط. ده معناها ان ربنا بيفتح احضانه لكل الشعب. وهذا المسبح الذي يتوسط بين الشعب وبين الله اللي فتح احضانه، مسبح ناطق ينطق بقبول المسيح لكل شعبه، وينطق بتوبة الشعب الى للمسيح. الشعب يطلب التوبة ويأخذ الجسد والدم لمغفرة الخطية فيتصالح. إن هذا المسبح ينطق بالصلح بين الله والناس، بيننا نحن الخطاة وبين المسيح الإله الكائن الذي يفتح أحضانه لقبولنا. هذا هو المسبح الناطق، الناطق السماوي. لا ينطق بأمور الأرضية، لا ينطق بأي شيء من أمور العالم، لكنه ينطق بشيء واحد، قبول الله للإنسان وتوبة الإنسان لله. علشان كده وده الوسيلة إن نوصل به إلى السماء، وعشان كده بنقول الناطق السماوي. الآن سندخل إلى قانون الإيمان، وسنقف جميعا ونقول بالحقيقة نؤمن بإله واحد. وهذا القانون، قانون الإيمان، بيتكلم عن الوحدة، وحدة الإيمان ووحدة المحبة. الكنيسة تقدم أننا لازم نكون متحدين في حاجتين، وحدة الإيمان ده قانون الإيمان، ووحدة المحبة ده صلاة الصبح اللي بعد إيه؟ قانون الإيمان. فنحن نتكلم هنا عن الوحدة الحقيقية التي ينبغي أن تكون هي ده شرط قانون الإيمان قبل القدس، لأن ده شرط. الذي يؤمن بالإيمان المستقيم هو وحده الذي تقدم له الذبيحة. اللي ما يؤمنش بهذا القانون لا يتقدم، ونحن مسؤولون ككهنة أن لا نعطيه جسد الرب ودمه إلا لو كان مؤمنا بقانون الإيمان أو بالإيمان المستقيم. وبعد قانون الإيمان هيغسل أبونا يده مرة تانية. قلنا إن الغسل الأول والغسل الثاني. في الغسل الأول كان أبونا بيقول تنضح علي بدوفاك فأطهر، تغسلني فأبيض أكثر من السلم، أغسل يدي بالنقاوة وأطوف حول مسبحك. كان الغسل الأول هو توبة الكاهن، والغسل الثاني هو توبة الشعب. أبونا صحيح نيابة عن نفسه وعن الشعب بيغسل يديه لكي يكون بريء، ولكن يقول للشعب أنا بريء، بينفض إيديه أمام الشعب ويقول لهم إن أنا بريء.
من الذين يتقدمون للتناول بدون إيمان مستقيم أو بدون توبة أو بدون خشوع. وعلشان كده كل واحد منكم يبدأ التوبة من الآن ويتقدم إلى الذبيحة. مش ضروري التوبة دي تبقى موضوع كبير موضوع، لا، التوبة يمكن أن تبدأ الآن، تبدأ الآن. صحيح لابد أن تكمل بسر الاعتراف وتكمل بسر التناول وتكمل بالحياة المستقيمة وبترك الخطية، لكنها تبدأ الآن. فمن يرى أبونه وهو بيرفض يده يبدأ التوبة وتنتهي قانون الإيمان، ثم ندخل إلى صلاة الصبح بعد حقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب قابض الكنيسة وحلم المتسلم مع عنصرية ونعتري الماضية وحلم الخير الخطايا وأنا المتعزل قيامة الشعب يقول لهم بريء من غير التائبين ويقول أخطيت سامحوني. اللي بيعمل كده هو الكاهن المستلم الذبيحة. طبعا لما يبقى أسقف موجود يبقى هو اللي مستلم الذبيحة وهو اللي بيعمل كده. ولما يقول أخطيت سامحوني لأنه هو بيمثل الكنيسة وبيقول للشعب كله أنه هو أخطيت سامحوني. ثم يقف الكاهن ويصلي صلاة الصبح. وفي صلاة الصبح هي الصلاة الوحيدة اللي الكاهن يقف قدام المسبح ومش حاطط على ايديه لفايف. كل بعد كده القداس كله لازم يبقى حاطط اللفايف على ايديه. صحيح في لحظة من اللحظات بينسم الجسد فبيسيب اللفايف، لكن ده من اجل تقسيم الجسد، لكن كل القداس لازم يبقى حاطط اللفايف على ايديه. هنا في صلاة الصبح وحدها تبقى إيديه عريانة وهو يقف أمام الله يتوسط بين المسبح اللي هو العرش الإلهي والشعب اللي هو وراءه، فهو وسيط بين الاثنين لكي يصنع صلحا بين الاثنين بين الله والشعب. وهو واقف كوسيط بيقول له كده أنا يا رب وشعبي أنا عريان أمامك. علشان كده إيديه عريانة. أنا يا ربي مش بخبي خطاياي، أنا مش بخبي أسامي، أنا يا ربي عريان أمامك ومكشوف. وفي صلاة الصبح بيجي شماس ويقف في النص كده قدام الكاهن ويبقى ماسك صليب، ولما هو ماسك الصليب ده بيقول له إن الذي سيصالحك بالله هو فداء المسيح، هو صلب المسيح. ولاحظوا يبقى ماسك برضه الكاهن والشماس بيبقى ماسك اللفافة المثلثة، وهذه اللفافة المثلثة عاملة زي سهم، السهم ده آتي من فوق. لماذا؟ لأن آدم لما تعرى زي ما أبونا دلوقتي إيديه عريانة بيعمل إيه؟ أتى الله وكساه، حاول الإنسان حاول آدم إن يكسو نفسه بورق التين ولم يستطع، فالخطية لا يمكن أن يكفر عنها بالجهاد الإنساني. إنما جاء الله قدم ذبيحة وجاء بجلد الذبيحة وصنع ثوبا لآدم وحواء، وهنا اكتسى وسترت خطية آدم وحواء، وكأنه بيقول له إن الذبيحة هي التي سوف تسترك وتستر عرية أو عرية الخطية. وهنا أيضا هذه اللفافة اللي هي سهم جاي من فوق، يعني بيقول وطبعا فيها الصليب، يعني الصليب الذي أتى من الله والفداء الذي أتى من الله، سهم نازل من فوق هو سبب الصلح بين الله وبين الإنسان. وطبعا هذا لا يتأتى إلا لما أبونا يعترف بخطيته وخطية الشعب ويصالح الأرضيين بالسمائيين، يعني المسيح المصلوب الذي صنع الأرضيين بالسمائيين يأتي الكاهن كوصيل ويصنع هكذا. نصلي معا صلاة الصبح. شليم نوجيتين
يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم يا
خوف ورعدة ويرشقتم ذنوبهم وتوسل قصة الميلاد وقصة الصليب. والآن أول ما صلينا صلاة الصلح المسيح له المجد بتجسده بنزوله. اللفافة كانت سهم ناسي من فوق إلى تحت، فبنزوله إلينا وصلبه على خشبة الصليب صنع صلحا بين الله والناس، وصنع صلحا بين الناس والناس بوصاياه وبتعاليمه. بعد ما صنع الصلح ده يبقى بدأت الكنيسة تبقى كنيسة واحدة. ثم قام من بين الأموات، وعلشان كده شلنا البروسفيرين. البروسفيرين كنا قلنا عليه إن هو الحجر اللي فوق القبر. فلما شلنا البروسفيرين، الحقيقة البروسفيرين مفروض بيبقى فيه جلاجل، وإن شاء الله الكنيسة هنا هتبتدي تعمل الجلاجل من دلوقتي. الجلاجل الجلدية حاجة مش صعبة قوي. معظم الكنائس دي ما فيهاش جلاجل، مش عارف ليه، لكن الجلاجل دي مهمة جدا. دي من الكنيسة الأولى وهي بتعمل حكاية الجلاجل دي. ربما كان شكل الجلاجل مختلف، لكن المهم كان فيها جلاجل. زمان كانت أقراص. أول ما نيجي تشيل الحجر بيحصل إيه؟ بيحصل أصوات، لأن أبونا والشماس اللي قدامه أو الكاهن اللي قدامه يهزوا البروسفيرين فيعمل أصوات شديدة، لأن رفع الحجر يمثل القيامة، ومن هنا لأنه يكشف عن القيامة. وساعة القيامة حدث إيه؟ زلزلة عظيمة، وعلشان كده البروسفيرين يبقى فيه الله. بعد صلاة الصبح على طول نقول بشفاعة والدة الإله، يا رب أنعم لنا بإيه؟ بمغفرة خطايانا. كتير الناس يفتكروا إن الشفاعة علشان ربنا يعمل لهم طلبات، يعمل الوظيفة، يعمل العروسة، يعمل العريس، يعمل طلبات. الشفاعة يعني عمرنا ما شفنا واحد نذر للقديس من القديسين بيطلب شفاعته من أجل التوبة، من أجل الحياة المقدسة. دايما ايه؟ يبقى في طلب مادي. لكن الحقيقه شوفوا لحن الشفاعه اللي هو لحن هيدن برزبيه بشفاعه والده الاله. شوف يا رب ايه؟ انعم لنا بمغفره خطايانا، لان صلاه الصلح حدث فيها مغفره الخطيه. وعلشان كده يا رب يا عذراء مريم تشفعي ان يستمر هذا الغفران معنا. هذه هي الشفاعات، الشفاعات من اجل المغفره نمره واحد، وبعدين خالص إن الشفاعات يبقى طلبات أخرى. وهنا نبدأ لغاية كده، إحنا ما بدأناش القداس لغاية كده، كل ده استعدادات للقداس. القداس هيبتدي أبونا دلوقتي، ويبدأ من أول اللي هو يسموه الأنافورة. وكلمة أنافورة دول كلمتين معناها رفع القربان أو رفع الذبيحة. وعلشان كده وهيبدأ حوار بين الأرض والسماء، بين الكاهن والشعب. الرب مع جميعكم، والشعب يرد أين هي قلوبكم، والشعب يرد نشكر الرب، والشعب يرد. حوار بين الكنيسة، هذا الحوار أمام الله، لأن الكنيسة حية تتعامل الإكليروس مع الشعب. ثم يبدأ الكاهن ويقول له مستحق يا رب وعادل إننا نشكرك من أجل فدائك العظيم. Oh.
ثم قام من الأموات وصعد إلى السماوات
وسيأتي في المجيء الثاني لكي يقيم الديمونة. وعند هذه العبارة إن هو هيجي ليدين المسكونة بالعدل. نروح أول ما نسمع كده نصر كلنا قابلين كرحمتك يا رب وليس خطايانا. عايزكم كده تلاحظوا إزاي صلوة صغيرة مرت على حياة المسيح كلها، كل كلمة جزء من حياة المسيح. أنا كل مرة تمرون من هذا الخبز
ندمت على تلكم بكلمتي وبصروني إلى نهاري. آمين 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 بمقتك أبشر وقيامتك المقدسة وصعودك إلى السماء نعتالم نسبح نبارك نشكر بالطبع. هل سيتحول الى دم؟ بالطبع.
جيدة. ما يهمنيش أنا إن الخبز فيه يعني لخبطة في شكله، لكن الخبز مادته خبز والخمر مادته خمر. إذا صح الخبز من الخمر يحل الروح القدس. ولو أنا قدام ربنا إنسان دائم سيحل الروح القدس عليا ويحولنا إلى قديسين زي ما بيقول الكاهن القدسات للقديس. اجعلنا مستحقين هنا يا سيدنا أن نتناول من قدساتك الطاهرة لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا لكي نكون جسدا واحدا وروحا واحدا ونجد نصيبا وميراثا مع جميع القديسين الذين قربوا لك منذ الباب. اذكر يا ربي سلام كنيستك الواحده الوحيده المقدسه الجامعه الرسوليه. من أجل سلام كنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية كنيسة الله الأرثوذكسية. وشريكه في الخدمة الرسولية أبينا الأسقف المكرم الأنبا ماركوس وسائر أساقفتنا الأرثوذكسية. الذين يفصلون معهما كلمة الحق باستقامة تنعم بهم على بيعتك المقدسة يرون تطيعك بسلام. اذكر يا ربي آبائنا القمامس والقصوص الأرثوذكسيين والشمامسة. من أجل آبائنا القمامس والقصوص والشمامسة والإيكيقونيين وسبعة غمامات كنيسات لأن
أنت أعين الكل تترجاك، أنت الذي تعطي مبتعانه في غير حسن، اصنع على حسب صلاحك يا معطي الطعام لكل ذي جسد، املأ قلوبنا فرحا ونعيما إذ يكون الكفاء في كل شيء كل عين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب الذين قدموا لك هذه القرابين والذين قدمت عنهم والذين قدمت بواسطتهم، أعطهم كلهم القدر سلام. صلوا من أجل هذه القرابين المقدسة الكريمة وتقدماتنا والذين قدموا. وأنا
الصديق العظيم أنبار تونس وأنبار أنبار سلاس أنبار قارات القديسين وجمع أولادهم لابسوا الصالي وأبانا فيوحنس القنص وأبانا فريشو البار الرجل الكامل حبيب مخلص نصاري وأبانا فإبراهام مصطفى الفيل والميزان وأبانا الباقي الرقص السادس والإرشديان حبيب القرقيس وكل مصادق الديسين هؤلاء الذين بسؤالاتهم وطلباتهم ارحمنا كلنا معاً وانقذنا من أجل اسمك العظيم القدوس الذي دعي علينا
الموجودين في السماء الآن بنكمل ونقول بنطلب من أجل الذين انتقلوا، فبنذكر أسماء اللي تنيحوا، وطبعا بنتمنى وبنطلب ونصلي إن هم ينضموا إلى الكنيسة المنتصرة. وبعدها على طول نقول إن احنا كمان المجاهدين على الأرض ما احناش قاعدين هنا على طول، اهدينا يا رب إلى ملكوتك. احنا يا رب مش قاعدين هنا على طول، اهدينا إلى ملكوتك، فتنضم وتصير كنيسة واحدة وحيدة. لاحظوا إن احنا صفات الكنيسة واحدة وحيدة مقدسة جامعة رسولية. هذه الكنيسة الواحدة تجمع المنتصرين في السماء وكما تجمع المجاهدين على الأرض. نحن ليسنا كنيستين، كنيسة مجاهدة وكنيسة منتصرة، احنا كنيسة واحدة، ده قانون الإيمان، جزء منها كبير انتصر وجزء ما زال ليجاهد. ثم بعد ذلك سنبدأ القسمة التي فيها نطلب فيها نقسم جسد المسيح لكي نجهزه للتناول، لكل واحد مننا يأخذ نصيبه من جسد المسيح الواحد. وحينما نتناول جميعا من الجسد الواحد والمسيح يحيا فينا والمسيح يسكن في داخلنا، نكون كلنا كنيسة واحدة. الكنيسة كنيسة بهذا السر، الكنيسة جسد المسيح بهذا السر، لأن جسد المسيح الواحد يسكن في أجسادنا جميعا، ودم المسيح الواحد يجري في دمائنا جميعا، فنصير كلنا جسم واحد أو جسد واحد، والرأس هو المسيح. ومن هنا نحن إخوة. الأخوة دي في الكنيسة غير الأخوة في الإنسانية. الأخوة في الإنسانية أخوة بانتسابنا كلنا لآدم، لكن الأخوة في داخل الكنيسة موضوع تاني، أخوة بالدم واللحم، أخوة لأننا يجري في دمائنا دم واحد هو دم المسيح الذي نأخذه بسر الإفخارستية. أيضا نشكر الله ضابطا كل ربنا وعلى مخلصنا يسوع المسيح، لأنه كان لنا نرضى بهذا الموضع المقدس نرفع يدينا لكم ولد الاسم القدوس وأيضا بلا سترنا على مستقيم شرك وصلى وصلى للنبي خير الماء نحن
بالله للكفرات بليك وقل الأهل القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات قدس اسمك يا أخي نقول بلكم نشير كما في السماء كذلك الأرض أعطنا اليوم أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن المذنبين إليه ولا تكلنا في تجربة لا تنجينا من الشرير المسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة من الأبد الآن إمبيسوس إيسوس بنشور خلاص منت كريبين أبيان صاكيريان نوس قومين في يومي تبوامي إدواسي لما تيسو أسكر يا رب العافية أنا أدبت بخطايا المسيحة أسمى خطايا لا تنمى شعبا بس حالي محبا اذكر يا رب اجتماعاتنا بلدنا حقا معروفا نوصي بفضل الله امين مين يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم سلامات القديس المبارك رب يسوع المسيح الله قدوس القدوس امين وعن الله القدوس وعن الملك القدوس وعن الروح القدوس امين الغازي يقوات يسوع المقدس من الحق يسوع المسيح ابن الله امين اطلبوا عنا وعن كل المسيحيين الذين قالوا لنا من أجلهم أن نذكرهم في بيت الرب سلام ومحبة ربنا يسوع المسيح فلتكن مع جميعكم رتلوا بنشيدنا الليلويا صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار المقدسة الطاهرة السمائية يا رب Yeah, yeah.
الكريسماس من نور آمين سجوم يا ملك السلام أعطينا سلام وكرنا سلام وفقنا وفقنا يا كلام لك الملك والقوة المنكر الأمين اللهم اسمعنا ولك وقولي يا أبانا الذي في السماء حب طلال الآية من الإيمان الوحيد ربنا ولا نخلص نسوع المسيح شركة عطية ما يدرى أنفسكم معكم امنوا بسلام سلام الرب يكون معكم تعيشوا بسرعة طيب.